اهلا وسهلا بحضراتكم. خليني اقول لكم البقيه في حياتكم، البقيه في حياتنا جميعا، والبقاء والدوام لرب العزه. اللي حصل انعكس، هو بيعكس حاله ياس شديده لدى كل المتطرفين اللي ممكن يكونوا موجودين، مش بس البقية الباقية التعبانة البائسة اليائسة اللي موجودة في سينا، ولكن كل متطرف بيفكر تحت أي ظرف من الظروف إن هو يقرب. ليه؟ في ناس بتقول يمكن ده يكون ردود أفعال على مسلسل الاختيار أو 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 أو، لكن خليني أقول لك وجهة نظري المتواضعة جدا. المسألة مش متعلقة بالاختيار، المسألة متعلقة بسينا. سينا مسألة متعلقة بالعالم شافه من إنجاز حقيقي على أرض سينا، إنجاز في الحرب على الإرهاب، وإنجاز في التنمية، وإنجاز في إطلاق المشروعات، وإنجاز في استثمارات بمئات المليارات على أرض سينا. الإرهاب يشوف ده وما يركزش وما يثبتش، ويبقى طول الوقت قاعد عمال بيفكر ازاي هيبقى واقف قدام العالم وقدام انصاره مهزوم. وخد بالك، قدام انصاره، قدام اشباهه، قدام اللي بيحاول يجندهم كل ساعه. اوعى تظن، اوعى تظن ان في اي تنظيم ارهابي بييأس من تجنيد عناصر جديده، اوعى تظن ده. هيفضل ده باقي ما دامت الحياة باقية على سطح هذا الكوكب. التنظيمات الإرهابية هتفضل طول الوقت مشغولة بتجنيد عناصر جديدة. لما انت النهاردة مصر تبقى واقفة قدام العالم كله، ولو تفتكروا يوم 25 إبريل في عيد سينا، ومصر بتعرض اللي اتحقق في سينا في ظل حرب ضروس على الإرهاب، وبتعرض حجم الإنجاز، وبتعرض أحجام المشروعات، وبتعرض حجم الاستثمارات اللي هي زي ما بقولك كده بمئات المليارات على أرض سيناء، ومصر بتفتح دراعاتها قدام العالم لجذب الاستثمار في كل بقعة مهما كانت صغيرة على الأراضي المصرية، عايز الإرهاب يسكت؟ لازم يرد، بس كان رده المرة دي رد اليائسين البائسين، فيذهب إلى ضرب محطة مية. الله، سؤال، هو مش الإرهاب ده والمتطرفين دول بيقولوا إحنا نجاهد في سبيل الله، وبيقولوا إحنا عاوزين نرفع راية ربنا سبحانه وتعالى؟ والله ليس له راية، بالمناسبة راية ربنا هي كلمته، هي وجوده. لكن يجي يقولك احنا ناس بندافع عن كلمة ربنا، بندافع عن الحق الإلهي، بندافع. طب وإيه علاقة ده بمحطة المية؟ يعني انت بتحارب الإيه؟ انت بتحارب البني أدمين اللي عايشين في سينا يعني؟ يعني انت بتستهدف حق الناس اللي في سينا في انها تشرب مية وتعيش، بتحارب حق الناس اللي في سينا انها تزرع أرضها. انت متخيل؟ بتحارب ده. طيب، تم إحباط المحاولة بإيه؟ بدم المصريين، ولادنا اللي كانوا بيدافعوا عن هذه المحطة هم اللي حموا هذه المحطة، راحوا أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى، وأحياء في نفوس كل مصري. بالمناسبة الولاد دول ما هماش ولاد أسرهم فقط، هم ولاد هذا الوطن، هم ولاد كل بيت وكل عيلة وكل أسرة وكل أب وأم في مصر، هم إخوات لكل المصريين، ده مما لا شك فيه، فمش هنسهب فيه القول. في النهاية تمت إحباط المحاولة، وزي ما قال الرئيس هو ده مش هيثنينا عن اقتلاع هذه الجذور. البقية الباقية من هذا العشب الضار، زي بالظبط لما بتيجي تزرع أرض وتخلصها من آفات وأعشاب ضارة، دول البقية الباقية من عشب ضار، نبت شطاني اتوجد في سينا لأجل ظروف للأسف الشديد. وأظن الظروف دي حضراتكم شفتوا جانب كبير منها بشكل توثيقي حقيقي واقعي لا يقبل التأويل أظن، ولا يقبل المفاصلة في مسلسل زي مسلسل الاختيار. هل الاختيار هو عبارة عن خيال الكاتب والسيناريست؟ إطلاقا. الاختيار كان توثيق شديد الدقة، شديد الواقعية، وحضراتكم شفتوه في نهاية كل حلقة صوت وصورة لهذا التنظيم الحقير، وهم قاعدين بيقولوا بلسانتهم خيرت بنفسه، البلتاجي بنفسه،
المرشد بتاعهم بنفسه وغيرهم من قيادات الجماعة، يطلع بقى أسعد شيخة يطلع غيره، وهم بيهددوا. لما يقعد واحد زي خيرت الشاطر يهدد في الوقت ده وزير دفاع مصر الآن هو رئيس جمهوريتنا، ربنا يا رب يمد في عمره، فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، يهدده 45 دقيقة بأن مصر مش هتقعد، هتقوم ومش هتقعد، وان هم قادرين يطلقوا يد الارهاب ويطلقوا يد الناس ويعملوا. لما البلتاجي يطلع يقول، خليكم بس فاكرين الحاجات دي، لما البلتاجي يطلع يقول لو رجعتوا مرسي اللي في سينا هيقف، هو ده معناه ايه غير ايه؟ غير انه هم اللي في ايديهم المحبس، هم اللي في ايديهم القرار، يا اللي الارهاب اللي في سينا يكمل يا اللي الارهاب اللي في سينا يتوقف. علشان ايه؟ رجعوا محمد مرسي. لن أذكر اسم الصديق، لكن في مناقشة النهاردة كنا بنتكلم في التليفون، صديق عزيز جدا عليا، وهو واحد من الناس اللي مهتمة جدا بالسياسة، فكنا بنتكلم على مسلسل الاختيار بالمناسبة، فما كناش حتى اتكلمنا في رمضان يعني، فقال لي والله العظيم الاختيار ده ما وفاش الإخوان حقهم البائس. قلت له يعني إيه؟ قال لي هم أقذر من ذلك، هو كان يتداول السياسة بفاعلية، يعني كان ليه إيد، كان بيشتغل سياسة على الأرض في هذه المرحلة، يعني من 2011 يمكن لحد 2016 أو 2017، وقابل بحكم عمله السياسي ده تقريبا كل قيادات الجماعة، كل القيادات دون استثناء واحد يذكر. قال لك ولا واحد فيهم، ولا واحد، بالمناسبة حتى المرحوم، تاني بالمناسبة حتى المرحوم ما كانش بالطيبة دي، يعني ده كل ده نبل من صناع هذا العمل. يعني لما تيجي تبص على الاختيار، أنا بقول لك تاني اهو، هذا هو الواقع، هذا هو التوثيق الفعلي، ولكن بمنتهى النبل، والله بمنتهى النبل، شوف بمنتهى النبل. الواحد شاف منهم حاجات كارثية. يعني انت عايز تقول لي في وقت من الاوقات انه مصر كانت هتنتخب حازم صلاح ابو اسماعيل؟ يا نهار اسود. لو كان خيرت الشاطر كمل في المسار الانتخابي كان يبقى وقتها رئيس مصر بدلا من محمد مرسي؟ ايه ده؟ كانت مصر هتروح فين؟ انت عايز تقول لي ان الاخوان كان عندهم استعداد للتخلي عن حلم حكم مصر 500 سنة؟ ما كانش عندهم هذا الاستعداد، ما عندهمش الاستعداد ده ولو جزء في الثانية، ما عندهمش استعداد يتنازلوا ولو جزء واحد من الثانية عن حكم مصر والتنكيل بالمصريين. الإخوان لو كانوا كملوا، خد بالك بس عشان تبقى فاهم، لو كانوا كملوا بمرسي أو بغيره والله لكانوا انتقموا من 100 مليون مصري واحد واحد، انتقام حقيقي يصل إلى التنكيل. فأنا مش عايز بس دماغك تتزغزغ ولا تصدق الكلام اللي بيتقال على تيك توك وفيسبوك وتويتر ومش عارف إيه وكل الهكس ده، ده كلام فارغ. صدق عقلك وعينيك وودانك، انت اتفرجت على 30 حلقة في مسلسل ما فيهمش كلمة خيال، مش هقولك مشهد، ما فيهمش كلمة خيال. اللي حصل النهاردة بيأكد على قذارة وانحطاط هذه الجماعة. تيجي تقول لي أصل دول مش الإخوان، ده داعش، ده مش عارف أنصار بيت المقدس، ده ولاية سيناء، ده مش عارف تنظيم أرض الكنانة. هو أنت مصدق إن في حاجة اسمها كده؟ يعني أنت مش قادر تتصور، إذا كان لسه في حد عنده التصور ده، يعني مش قادر يتصور إن كل دول ما هم إلا أجنحة مسلحة لنفس ذات التنظيم؟ طب هات لي واحد فيهم ما خرجش من الإخوان، هات لي واحد فيهم لا يقدس حسن البنا، هات لي واحد فيهم لا يقدس سيد قطب، هات لي واحد فيهم لا يقدس أبو الأعلى المودودي، واحد، مش هقول لك هات لي 10، هات لي بس واحد، مش هتلاقي، استحالة إطلاقا. الكل يقف عند هذه النقطة سواء. اللي حصل النهاردة ده دفع الرئيس لأن يؤكد
إن أبناء الوطن من المخلصين ما زالوا يلبون نداء وطنهم بكل شجاعة وتضحية، ومستمرين في إنكار فريد للذات، إيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن. أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته على فيسبوك إن هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب. بطبيعة الحال بيتقدم الرئيس للشعب المصري وقواته المسلحة ولكل أسر الضحايا بخالص العزاء، وبيتمنى الشفاء العاجل لمصابينا. ربنا يا رب يرجعهم لأهليهم بالسلامة، اللهم أمين. المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية الجيش المصري العظيم أفاد بقيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مية غرب سيناء. تم الاشتباك والتصدي لهذه المجموعة الإرهابية من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، وده اللي أسفر عن استشهاد ضابط، ربنا يا رب يرحمه، حي عند ربنا يرزق شهيد، وعشر جنود مصريين شهداء، وإصابة 5 ربنا يرجعهم بألف سلامة لأهليهم. بالفعل بدأت مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء. بتأكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره. وبقول لك أهو، كل اللي احنا مرينا بيه ده بيثبت الجيش مش هيسيب حق المصريين، هيجيب حق المصريين. هذا ليس انتقاما، هذه عودة للحقوق. فاصل ونكمل الكلام. اهلا بحضراتكم مره تانية. معلش انتوا عارفين الواحد لازم يقعد يبص كده بيسترجع شويه حاجات يعني. والله كنت بسترجع ايه اقول لك، انا كنت بسترجع نص مكالمه تليفون ما بين غير مأسوف عليه صفوت حجازي وغير مأسوف عليه حازم صلاح ابو اسماعيل. انتوا عارفين اعتصام رابعه اللي اتعمل ده، او تحديدا معسكر ارهابي اللي اتعمل في ميدان الشهيد هشام بركات، وقتها كان ميدان رابعة العدوية، اتعمل قبل 30/6 واستمر. وبعدين حصلت مكالمة، والله وانا عاوز احاول اجيب لكم بس تفريغات المكالمة دي كده. المهم فحصلت مكالمة ما بين صفوت حجازي وحازم صلاح ابو اسماعيل. صفوت حجازي يكاد يقبل اقدام حازم صلاح ابو اسماعيل علشان حازم ورجالته، خد بالك بقى ايه شكل التنظيمات العصابية، يعني رئيس عصابة بيكلم رئيس عصابة تاني فان انتوا لازم تيجوا معانا علشان هنبقى جاهزين، لان احنا بالظبط كده اللي هيقرب من قصر الاتحاديه هنذبحه، او بالنص لو حصل محاوله لاقتحام قصر الاتحاديه هنذبحه. اللي هيحاول يقتحم قصر الاتحاديه كان لسه محمد مرسي جوه، اللي هيحاول يخش قصر الاتحاديه هنذبحه واحنا معانا سلاح. من ناحيتي ده نص الكلام بتاع صفوت، من ناحيتي انا معايا السلاح المرخص بتاعي، واظن هتلاقوا صور فيديوهات كتير جدا سلاحه باين في جنبه يعني، وهو لابس عليه الجاكيت والبدله وما الى ذلك. وبيقول له احنا هنا شباب كتير جدا معاهم السلاح بتاعهم وجاهزين. خد بالك حازم اللي كانت الجماعه وانصاره يعتقدون فيه الاسد كان خايف، لانه حازم برضه ما هواش غبي يعني، هو قدر يفهم انه استحالة الجيش المصري هيسمح بحاجة زي كده. فقال له اصل الوضع ملتبس، واصل يعني احنا هنشوف، واصل مش عارف. حازم ده اجبن من الفار، عشان بس تبقى فاهم، اجبن من الفار، بخ فيه يرجع لورا. وانا عندي تجربة يعني ما بحكي لكم عليها بعدين، بس مش دي القصة. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. اهلا بحضرتك يا فندم.
تحياتي لسيادة النائب، اهلا بيك يا فندم. ازاي صحة حضرتك سيادة العميد؟ يا رب يكون كله بخير خير. لسان حضرتك البقية طيب. في حياة حضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة، البقية في حياة حضرتك يا فندم غادي شهدائنا الشعب اللي المصري راحوا ورئيس عبد النهاردة. الفتاح السيسي والقوات المسلحة وأسر الشهداء بإذن الله. سيادة العميد، تشوف اللي حصل النهاردة ده في أي إطار؟ أنا بس هكمل على اللي سيادتك قلته في المقدمة. اتفضل يا فندم. أولا فكرة إن كل قادة الإرهاب من أيمن الظواهري للبغدادي لبن لادن في جزء من حياتهم في مسار التطرف كانوا أعضاء في جماعة الخمس. صحيح. فده يعني قولا واحدا. تاني حاجة، فكرة داعش هو تنظيم بيتعمل كبانر لتنظيمات محلية. ولو في فرصة وحكينا كتير فيها يعني في برامج في 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 ليبيا مثلا أنصار الشريعة، في الجزائر جند الخلافة، يعني في كل حتة بيبقى تنظيم محلي طبيعي هو عنده سلاحه وعنده تمويله كان بيستفيد من الدعاية الخاصة بما يطلق عليه التنظيم داعش أو الدولة الإسلامية. ثالث حاجة، يعني طبعا التنظيم عندنا المحلي هو جماعة الإخوان المسلمين يعني عشان تبقى الدنيا واضحة. ثالث حاجة، على مدى تاريخ العمليات الإرهابية من ما بعد 3/7/2013 كانت بتتزامن مع مناسبات قومية لا علاقة ب 30/6 ب 25 يناير بثورة يوليو وهكذا. صحيح. لو داعش تنظيم دولي المفروض يتحاشى الأيام دي لأن بيبقى فيها استنفار أمني. طبعا. فمعنى أن هو بينفذ فدا يبقى بينفذ أجندة لها علاقة بتنظيم، التوقيتات دي بتمثل بالنسبة له علامات. المستشار الشهيد هشام بركات تم اغتياله امتى؟ 29/6. صحيح. الله يرحمه. فنراجع كده التواريخ، يوم اخر بالمناسبه حادثه في منطقه قريبه من دي كانت في بئر العبد، تفجير عبوه انفجاريه في مركبه تبع القوات المسلحه، كان يوم 25 يناير الماضي. ايوه. مش ممكن تنظيم مقره الشام والعراق يقوم يعني ياخد اجنده احتفالات دوله تانية المفروض، وانا بكرر بالمنطق، ان هو يبعد عن التوقيتات. ضيف بقى ده، طب التنظيم داعش ماله مال الاختيار؟ يعني ملوش دعوه بيه، اللي مين الوجع الاختيار وجع مين؟ وجع الاخوان، طب وجعهم ليه؟ عشان حرب الوعي. صح. الناس عن طريق الاختيار والوثائق والافلام الوثائقيه اللي طلعت، ومش هنقول تسريبات لان ده يعني حاجه طبيعيه وبشكل رسمي وطلع. فبالتالي اللي بيرد هو جماعة الإخوان، جماعة الإخوان لغاية ما القيامة تقوم مش هتعلم مسؤوليتها عن حادث إرهابي. صحيح. مع العلم من سنة 28 أي حادث إرهابي حصل في مصر جماعة الإخوان شريكة، إما بالحضانة أو بالتمويل أو حتى بالمباركة. جماعة الإخوان لم تستنكر حادث إرهابي وتطلع بيان واحد. صحيح. ولا مرة جنودنا ولا مرة تاريخها. ولا مرة ولا مرة، يعني يمكن انا اتذكر المره الوحيده كانت على لسان محمد مرسي لما قال الحفاظ على ارواح الخاطفين والمخطوفين. بالظبط. كانت في مأساة في الحادثه بتاعت خطف جنودنا السبعه، واللي بالمناسبه اللي اتوسط لدى الخاطفين كان مين؟ جماعه انصار بيت المقدس. يا حلاوه. ما يعني يمكن اللي بقوله عند الناس ده، لكن دي طبعا حياه عايشينها يوم بيوم من قبل يناير. طب تشوف يا سيادة الوسط، وبالمناسبه لو حد يدور هيلاقي الفيديو اللي الجنودنا بيشكروا انصار بيت المقدس اللي اتوسطت لدى الخاطفين، دليل على العلاقه ما بين جماعه انصار بيت المقدس اللي بقى اسمها ولايه سينا. أيوه. وما بين خيرت الشاطر وما بين تنظيم جماعه الاخوان المسلمين للارهاب. تشوف يا فندم انه الحادث بتاع النهارده اللي حصل في في في, في هذه المحطه في غرب سينا، يعني في محاولة لمسألة استهداف البنية الأساسية اللي الدولة استثمرت فيها خلال السنين الماضية؟ بالفعل، لكن بصفة خاصة اللي بتخدم أهالي سيناء بشكل مباشر. أيوة. دي محطة رفع مية بتوصل مية شرب صالحة ومية للزراعة لأهالي سيناء. ده استهداف لمقدرات الحياة لأهالي سيناء في الشيخ زويد، واللي الدولة رجعتهم وعوضتهم، واللي ما عندوش عربية يرجع عفشه، قوات المسلحة وفرت له عربية ودته بدل نقل عفش، واللي ابتدت تظهر الفيديوهات المحافظ موجود والأمان اللي موجود في رفح الشيخ زويد بالذات في مناطق الشيخ زويد،
دي بقى هي الفكره، فكره ان يعني بعد من ابعاد مكافحه الارهاب هو فكره التنميه. هو عايز يحارب التنميه وخاصه ما يخص اهالي سيناء. ليه؟ لان اهالي سيناء طردوهم من رفع الشيخ زويد وجنوب العريش، طردوهم القبائل، طردوهم، مفيش حد بيقدر يدخلها. فابتدى يروح في مناطق في المشاع مش في مناطق قبليه بالمناسبه، ويحاول يستهدف سوفت تارجت، دي محطه لوجستيه، محطه اداريه، الجنود الابطال دول عساكر اداريين. ايوه بيقفوا خدمه في مكان بيحرسوه. صحيح. مش فكره ان هو كمين او كتيبه صاعقه او الكلام اللي شفناه خالص يعني في مع المنسي، لا الموضوع مش كده خالص ولا كمين. يعني في ناس بتنشر خبر تقول ده مش كمين يا جماعه، في محطه ميه، وميه خدمه وطنيه تخدم المواطنين، مش بتخدم وحدات عسكريه، بتخدم مدنيين. ورغم ان هم اداريين، وده تحيه للقوات المسلحه في تدريبهم وفرحهم المعنويه ان هم افراد اداريين بالضابط الملازم اللي معاهم، حاربوا وتصدوا ومنعوا ان الشرذمه الارهابيين يحتلوا النقطه ويرفعوا عليها علم داعش والكلام، وياخدوا لهم لقطتين والكلام اللي هيحصل. طبعا انا بقول داعش ومحدش يعلن من مسؤوليته، لكن في الاخير لازم هيطلع يعني تنظيم يعلن مسؤوليته، وده جزء من الموضوع عشان يقول للعالم يا جماعه احنا لسه موجودين. مظبوط، وده الهدف الرئيسي. يعني زي ما بيقولوا احنا موجودين في العراق زي ما بيكونوا، رغم ان 60 دوله حاربوهم. فكره عمليه صغيره، ده ما فيش حد يتكلم في فكره ان احنا قادرين على اخر ارهابي. ما قلناش كده، والرئيس قال الحرب ضد الارهاب عمليه طويله وهتستمر. صحيح. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. كلام صح 100% 100%. الهدف هو إظهار أمام العالم أنه لا يا جماعة سيناء لا بقت خالية من الإرهاب ولا حاجة، ولا مصر نجحت في الحرب على الإرهاب ولا حاجة، ولا أحد يحاول أن يثني أو يقدر أو يكتب أي كلمة تقدير أو يدلي بها حول الجهد المصري في الحرب على الإرهاب، سواء إذا كانت حرب أمنية أو فكرية. ده إحنا موجودين أهو. بنشكر ربنا سبحانه وتعالى أن هم ما عرفوش فعلا وصلوا إلى الهدف المنشود بتاعهم. ولسه احنا مكملين. معانا على تليفون دكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أهلا أهلا بحضرتك يا فندم، والبقية في حياتك. أهلا بيك وبالسادة المشاهدين. وأحب في البداية أن أنا أوجه خالص العزاء لأسر الشهداء، وبأكد أنه المعركة ضد الإرهاب مستمرة. احنا قطعنا شوط طويل في مكافحة الارهاب وحصرنا الارهاب الى حد كبير، وحققنا نجاحات ضخمة في يعني في وقف او في كبح جماح التهديدات الارهابية اللي كانت في وقت من الاوقات بتضرب داخل المدن، زي ما اشار الرئيس في كلماته في افطار الاسرة المصرية. لكن خلينا نأكد ان احنا معركتنا ضد الارهاب لم تنتهي بعد، وانه كثير من منابع الارهاب لم تجفف بعد، وانه الارهاب يتغذى على البيئات الحاضنه يسود فيها الجهل والمرض وعدم وجود تنميه حقيقيه. الارهاب يتغذى على الجهل وبيتغذى على افكار التطرف، وبالتالي المواجهه ضد الارهاب وتكثيف منابعه محتاجه الى مواجهه شامله، مواجهه تبدا من الاهتمام بالتنميه وبالذات المناطق والجهات والاكثر فقرا، مواجهه تقتضي الارتقاء بالتعليم وبالثقافه، مواجهه تقتضي تجديد الخطاب الديني بشكل جدي، ومواجهه تقتضي اهتمام الاعلام برفع الوعي الثقافي والسياسي ومواجهه كافه افكار التطرف. باختصار معركتنا ضد الارهاب لم تنتهي بعد، وأوقار الإرهاب كثير منها كامن وبينتظر وبيتحين أي فرصة للتحرك. ولافت لنظري جدا جدا أنه يعني الضربة الدنيئة اللي بيوجهها الإرهاب النهاردة جاية في توقيت يعني بيسود فيه جو يعني من الارتياح وربما التفاؤل من أنه في حوار سياسي دعا اليه الرئيس، في اطراف سياسيه عديده رحبت بهذا الحوار، في امل في انه ينفتح المجال العام، في انه يتم الافراج عن المحبوسين عن ذمه قضايا راي،
في انه يعني تعود الجامعات الاهليه الى سابق عهدها ويتسع المجال لحركتها ولوجودها. باختصار في امال منعقده وفي دعوه اطلقت، وبالتالي شفنا ان في دعوه اطلقت وشفنا ان في بوادر وانه في افراجات بالفعل حصلت وانه في دعوه واضحه للحوار السياسي المفتوح وتسليم لهذه الدعوه. اذا لما بتيجي ضربه دنيئه من هذا النوع وكانها تريد ان نعود الى الخلف، وكانها تريد ان تقول لبعض الدوائر انه لا فائده من الحوار، لا فائده من الانفتاح، لا فائده من تخفيف القبضه الامنيه، لا فائده من فتح المجال العام. الاصل في الامور الحفاظ على الامن، الحفاظ على الاستقرار، هو تشديد القبضه الامنيه، هو ان احنا يعني نؤجل هذا الصح السياسي الذي وعدنا به، ونؤجل هذا الحوار السياسي الذي وعدنا به. انا بعتقد، وده بيذكرني باجواء سابقه، انه كلما لاحت فرصه لانفراج سياسي تحدث مثل هذه العمليات الارهابيه، وكان هناك من يقصد اجهاض مثل هذه المحاولات طوال الوقت. وبالتالي لابد ان يكون هناك يقظه، ولابد ان يكون هناك اصرار من قبل كل اطراف المشهد السياسي على انه مواجهه الارهاب تقتضي فتح المجال العام، مواجهه الارهاب تقتضي الافراج عن المسجونين السياسيين، مواجهه الارهاب تقتضي مشاركه الناس في مواجهه الارهاب. اذا مواجهه الارهاب ليست في حاجه الى مزيد من تسديد القبضه الامنيه، مواجهه الارهاب محتاجه يبقى عمليا توسيع مجال مكافحه الارهاب. يبقى عمليا احنا هنا بنتكلم على مساله فتح الافاق وضروره وجود اصطفاف كامل. هنا يبقى الاخوان في عزله. الاصطفاف يبدا من فتح المجال العام، الاصطفاف يبدا من الحوار، الاصطفاف يبدا من اعاده الاهتمام بملف الاصلاح السياسي كما وعد الرئيس وكما دعا. وعلشان كده تم اعاده تشكيل لجنه العفو. بالظبط، وعشان كده احنا بنقول دايما يا جماعه عندما يلوح خطر الارهاب لا ينبغي ان نتحدث عن مواجهه امنيه فحسب، عندما يلوح خطر الارهاب لازم نتحدث عن اصطفاف وطني كما تفضلت، ولا اصطفاف بدون فتح المجال العام، لا اصطفاف بدون استعداد المؤسسات كلها لاستقبال المشاركات الشعبيه، والمشاركات الشعبيه محتاجه مساحه حركه ومساحه راي ومساحه تنظيم، يعني محتاجه باختصار لتفعيل كل الاليات والادوات الديمقراطيه. وكلنا تفاؤل زي ما حضرتك قلت، لانه بيسود جو من التفاؤل. انا بشكرك جدا يا دكتور، ونشوف حضرتك قريب باذن الله. كل الشكر للدكتور فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي. ايضا معانا على التليفون كاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس الشيوخ سياده النائب عماد الدين حسين، بعد شويه يكون موجود معانا. انا اقدر اقول لك بمنتهى الاختصار، ايوه اللي حصل من هذه الضربه هو محاوله لغلق الافق السياسي. يعني الاخوان وعشائرهم المختلفه، عارفين انتوا الاهلي والعشيره الكلمه ايه دي، الاخوان وعشائرهم المختلفه وقبائلهم المتناثره المصطفه دائما مع بعضها البعض، سواء اذا كانت باذرع سياسيه او باذرع عسكريه او باذرع ماليه الخ، يرعبهم مسألة اصطفاف سياسي، يرعبهم مسألة حوار سياسي مفتوح، يرعبهم مسألة انفراجات سياسية وإفراجات عن شباب وأشخاص وما إلى ذلك، يرعبهم فكرة إعادة تشكيل للجنة العفو الرئاسي، كل ده يرعبه ليه؟ لأنه بمنتهى البساطة هيخلق حالة عزلة حقيقية كئيبة يقف فيها الإخوان وحدهم، وتقف كل القوى السياسية ما بين موالاة ومعارضة لأجل الاصطفاف الوطني. ده شيء يرعب الإخوان. يبقى الإخوان هنا يعملوا إيه؟ يحرك على طول أجنحته العسكرية ويقوم بضربة من غبائه، يقوم بضربة مدنية لأنه غبي. يعني ما الإخوان إيه غير خروف؟ طيب خلينا ناخد معانا سيادة النائب والكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وطبعا عضو مجلس الشيوخ. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل الشعب المصري، وخالص العزاء لينا كلنا لمصر ولأي حد محترم في شهداء الوطن النهاردة. صحيح أستاذ عماد، في تقديرك الضربة بتاعت النهاردة لمحطة المية في غرب سيناء وفي إطار التوقيت، في رأيك إيه السبب وإيه المراد؟
المراد انا اتفق معاك تماما فيما بدات به، اللي دايما بيقول لك في اي جريمه ابحث عن المستفيد. في مستفيد يعني في ثلاث مستويات للاستفاده، في مستوى على مستوى التنفيذ وهي العناصر التي تنفذ وهي تعتقد انها تجاهد في سبيل الله بين مزدوجين يعني، وهي ترتكب اعمال يعني. نتذكر ان الناس دول هم اللي قالوا احنا انصار بيت المقدس اول ما بداوا ودوا ظهرهم لبيت المقدس وبداوا يقتلوا فينا في الشعب المصري الجيش والشرطه والمجتمع. صح. فده المستوى الاول البسيط. المستوى الثاني هي التنظيمات المتطرفه الارهابيه بدرجاتها المختلفه اللي هي حكم عليها الشعب المصري بالاقصاء والابعاد، وبالتالي بيحاولوا ينتقموا من الشعب المصري باكمله، وبالتالي هي ضربه التوقيت بتاعها لا يمكنك ان تفصله عن الحوار السياسي والانفراج التي شهدناها في المشهد السياسي المصري في الاسبوعين الماضيين منذ ان اعلن السيد الرئيس عن هذا الحوار في توشكا ثم فصله اكثر في افطار الاسره المصريه. فهذا هو المستوى الثاني. المستوى الثالث هي الدول الاخرى او الاخيره التي لا تقول لا تشعر باي راحه لان مصر تبتدي تشم نفسها، فبالتالي يكون من مصلحتها وجود مثل هذه العمليات. وظني الشخصي ان هذه يعني من الذي لا يكون سعيدا بتعمير سيناء، باستقرار سيناء، ب ان تكون هناك مشروعات، ان تزدهر الحياه، يعني هو طرف معروف يعني قوى كثيره جدا يعني تستفيد بصوره مباشره او غير مباشره من استمرار الاوضاع في سيناء بهذا القدر من عدم الاستقرار حتى لو قالت في العلن انها صديقه لنا. وبالتالي دي ثلاث مستويات لا تستطيع ان تفصل بينها وتستفيد وتتبادل الادوار في مرات كثيره. لكن اظن العامل الحاسم في هذا الامر هو الاعلان عن الحوار السياسي. الضربه الموجعه التي واجهتها القوى المدنيه التي قبلت وحضرت هذا افطار الاسره المصريه ثم المشاركه في الحوار ثم حاله الحراك السياسي الجديد على المجتمع المصري، هذا الامر اشعر بعض القوى الارهابيه والمتطرفه انها ستعود الى حجمها الطبيعي، ستعزل مره اخرى، فمن مصلحتها ان تتم مثل هذه العمليات. لكن ظني ان هذه العمليه ستنقلب عليهم وسيدفعون ثمنها غاليا، لان للاسف الشديد بعض الناس احيانا يخدع بمثل هذه الشعارات التي تطلق والتشويش ومحاولات الارباك والانهاك. مثل هذه العمليه ستجعل البسطاء المصريين الذين يخدعون احيانا بهذه البيانات وهذه التصريحات من الجماعات المتطرفه يدركون حقيقتهم على ارض الواقع. استاذ عماد انا بشكرك جدا، تعزينا مره تانية بالقطع الى ان نلتقي في يعني جلسه اكثر اتساعا في البرنامج. انا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس الشيوخ الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق. انا عايز استاذنكم، احنا هنطلع فاصل لكن لم ينتهي الكلام، مستمرين معاكم لحد الساعه 12 باذن الله تقريبا. ضيوفنا الاعزاء يكونوا موجودين معانا داخل الاستوديو، الاستاذ ماهر فرغالي الخبير في شؤون جماعات الاسلام السياسي أو الجماعات المتطرفة، أيضا الأستاذ سامح فايز الكاتب والباحث في نفس ذات الموضوع، مؤلف كتاب رحلة الخروج من الجماعة. استنونا بعد الفاصل. طيب أنا هتكلم مع سيادتك كأننا لوحدنا لأن عارف إن سيادتي اللي هو دراعك اليمين. فعلاً اللي وقف فتح دراعك اليمين، أنا عيني عليه من أيام ما كان مقدم. أفندم وأنا لسه مقدم حضرتك كنت برضه مشير. اللي وقف فتح السيسي بيشبني، ده حتة مني. مش بس يؤتمن على الجيش، ده يؤتمن على البلد بحالها. بسم الله ما شاء الله يا فندم، سيماهم في وجوههم. لا وعلاقته ما شاء الله كبيرة قوي بربنا. يا رب أكون كده فعلا يا فندم. اسمع بقى يا دكتور مرسي. بس الأول لسيادتك يعني يا سيادة المشير ما باركتليش يعني. أبارك لك على إيه؟ يعني النتيجة تلت؟ إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي يا فندم. آه. طب عايزين بقى نرتب للفترة اللي بعد إعلان النتيجة. ده في حالة يعني لو نجحت في الانتخابات. على بركة الله. you
اللي حاصل هو المفروض ما يكونش موجود عشان تبقى دي بيني و... لا لا ما لا ما لا هو يعني قصده يعني مش ابني. انا عارف انا عارف يعني العلاقه دي الى اي مدى هي احنا عارفين الثقه. وبعدين ده على فكره يعني قرب من الله واخلاصه لله الحمد لله. الحمد لله يا رب. شفت لعب فتاح شخصيه الحقيقه احنا يعني نعتبره من الاسس اللي مع حضرتك الدراع الاساسيه. طبعا يعني طبعا مش هنقول دراع يمين لكن الدراع كتير يعني ده من زمان يعني انا حاطط عيني عليه وهو لسه واضح. سيادتك برضه قدم كاساتك بشير النتيجه ما تتغيرش لان دي اذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفه. الموجه اللي موجوده موجه اضرام نيران لمن لا يقدر المسؤولية. أنا لا أتمنى هذا ولا أريده ولا أوافق عليه. عايزك تاخد بالك من إن لو حصل ويعني يعني جهة ما حاولت إنها تضرم النار في البلد ده هتبقى مصيبة على البلد وعلينا. هي دي عشان كده عايزك تاخد بالك عشان كده بقى. بس خد بالك وخليهم مفيش داعي للحاجات دي. انا بس انا اقول لحضرتك انه التصرف اللي موجود الشعور اللي موجود شعور تلقائي شعبي وليس مخطط لحاجة. لا في تخطيط معلش. النقطه الثانيه هو انعقاد مجلس الشعب. انعقاد مجلس الشعب انا ما اقدرش اعمل حاجه معلش انا اصلحك القرار. انعقاد مجلس هل انا اقدر اعمل حاجه دلوقتي في مجلس الشعب؟ حضرتك اعمل ايه؟ تلغي القرار. لا انا ما اقدرش الغي القرار معلش مع احترامي. ليه؟ ليس من سلطتي ان انا الغي القرار. لا هو انت حضرتك اللي اصدرت القرار. مش انا اللي اصدرت القرار. لا القرار ده قرار محكمه. القرار لا ده حكم محكمه. لا التنفيذ ده حاجه والقرار بس معلش انا برضو بصالحك. استمع ليا بس ما انا استمعت اليك والله اخوك الصغير. الموضوع ده انا غير قادر على بس ما نجيش يوم من الايام بعد يومين ثلاثه اربعه نقول انه احنا ضيعنا فرصه. امال اعمل ايه وانا هطلع قرار اعمل ايه ما انا هلغي حكم المحكمه. لا انا ما اقدرش اعمل كده معلش مع احترامي. حكم المحكمه هيتطبق يا سياده المشرف. انا بقول لحضرتك ولكن هيتطبق بطريقه يتفق عليها في مرحله لاحقه. يعني ايه؟ بقول لحضرتك احنا لو انا اقترحت اقتراح واضح احنا قدامنا منفذ اثنين ثلاثة. المنفذ الاولاني ان يتلغي القرار ودي مسألة مش صعبة. الحاجة الثانية انه الموضوع يحال الى الفتوى والتشريع ياخد فيه بعض الوقت لغاية ما يقول رأي. يا محمد بيه ده انا في اعتقادي مش انا بس وانا لو جمعت دلوقتي المجلس وعرضت عليهم ما فيش حد هيوافق عليك. الموضوع ده ما مش مقفل معلش. إذا استشعر الناس زي ما أنا بقول إن سدت كل المنافذ. ناس مين؟ الشعب. الناس اللي إحنا عايشين معاهم الناس. ما الشعب أنتوا برضو ما تاخدوش الفئة من الشعب اللي هي ما تشوفوا الشعب كله بيقول إيه؟ ما إحنا شايفين. اسمع كلامي. ما إحنا شايفين والله. لا الشعب معظم الشعب بيقول كلام تاني خالص. إحنا شايفين. معظم الشعب بيقول كلام تاني خالص. النتيجة إذا تغيرت يا سيادة المشير مين اللي قال إنها تتغير؟ سيؤدي هذا أنا بقول لحضرتك مش يمكن مش سيؤدي هذا إلى حالة من الاضطراب لا نعرف إلى أي مدى ستذهب. غير النتيجة أنا بقول لحضرتك سيؤدي إلى اضطرابات ساعتها ولا أنا ولا أنتم هتقدروا تمنعوها. ستتوجه الاضطرابات إلينا ستمثل خطر حقيقي غير 11 فبراير. أنا أرصد الواقع لحضرتك. أنا لك ناصح أمين. يا نهار اسوخ. أظن ده مش تمثيل. فاكرين سوير الباب لله يرحمها قالت عليا النعمة ده مش تمثيل ده بحق وحقيق. أظن ده مش تمثيل. ده محمد مرسي الله يرحمه بقى وعند ربنا. ده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا المتحدث هو الله يرحمه المشير طنطاوي. ماشي. مرسي بيقول للمشير التف على قرار المحكمة بحل المجلس. التف
افرض قرار، والمشير بيقول له لا، ثم بعد كده يهدد اصل وهيحصل اضطراب. انت تيجي تقول لي اصل الاخوان سلم، يعني ما حرام بقى. خلونا نرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو بعد اذن حضراتكم، الكاتب والخبير في شؤون الجماعات الاسلام السياسي الاستاذ سامح فايز. زي ما كنا بنتكلم، كاتبا لواحد من الكتب المهمه جدا، كل من ساعه ما قعدنا قال لي ده من 10 سنين انتوا لسه فاكرينه، جنه الاخوان رحله الخروج من الجماعه، منورنا. ده نورك يا استاذ. ازاي الصحه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله كله تمام. ايضا كاتبنا وخبرنا في الجماعات المتطرفه، انا ما بحبش حتى التسميه بتاعت جماعات الاسلام السياسي، هي جماعات متطرفه يعني. عايز الاسلام السياسي دي كلمه ناعمه لطيفه ظريفه. استاذ ماهر فرغلي منورنا. نورك يا استاذ حسين. ازاي الحال؟ كله تمام. طيب نبدأ بعضو اليمين أستاذ سامح. أولا لو احنا هنتكلم حتى قبل الحدث بتاع النهاردة على جماعة الإخوان المسلمين، هل الجماعة زي ما ظهروا في المسلسل؟ ده أكتر من ظهر في المسلسل، يعني المسلسل في النهاية فيه دراما، في بعض المناطق صعب إظهارها بالشكل الفج اللي كانت عليه جماعة الإخوان الإرهابية، يعني هم أكثر فجاجة، أكثر فجاجة بكلام الإخوان. يعني أنا أذكر أنه في بعض الحلقات في بعض الصحفيين من قنوات الإخوان بدأوا يقولوا دي صورة واحدة، صورة بتمثل الرواية الرسمية للدولة، مش ده اللي حصل. فرحت كاتب مقال، جبت بقى الرواية من مواقع ومراكز دراسات الإخوان اللي بتتكلم عن تنظيمات إرهابية، تنظيمات حسم ولواء الثورة وكتائب الشرعية والمقاومة الشعبية، تنظيمات اللي بدأت ترتكب جرائم إرهابية بعد 2013. الإخوان بيعترفوا بنفسهم، لكن على الجانب الآخر يقولك أنه بعض المنشقين، يعني لما يجي قيادة إخوانية تعترف بالإرهاب يقولك بعض المنشقين على الإخوان مارسوا إرهاب أو مارسوا عنف، وما بيقولوش إرهاب أو عنف، وما بيقولوا مقاومة، بيعتبروها مقاومة مسلحة في إطار أن كان في حرب أهلية في مصر. لكن حرب المعلومات ومعركة المعلومات اللي شغالة وبنعاني منها من 2011 بتسقط حاجات كتير في المسيرة. فالإخوان بتوظيفهم الشديد جدا للسوشيال ميديا ونجاحهم في توظيف ده على يوتيوب وعلى منصات السوشيال ميديا في تمرير معلومات كتير كاذبة هي اللي بتعطل إدراك الناس للمناطق دي. يعني لما يجي يقول دي رواية الدولة، الرواية اللي هي بدأت في 2020 مع الجزء الأول مسلسل الاختيار، كان في 7 سنين وإحنا متخمين فقط برواية الجماعات المتطرفة بالقنوات الإعلامية بتاعتهم بأحاديثهم أنه ما فيش إرهاب وأنه الجنود اللي ماتوا دول ما ماتوش في سيناء، ما فيش داعش في سيناء. فنكتشف في النهاية أن هم إعلامهم هم في 2017، واحد من أهم المراكز البحثية الإخوانية في تركيا ناشر بحث في 2017 بيتكلم فيه على تنظيمات الشباب الإخوان اللي انشقوا بحسب تعريف الموقع ده وبدأوا يمارسوا العنف. وفي 2020 بيخرج إبراهيم منير في لقاء على قناة الجزيرة وبيقول فيه نصا بعض شباب الإخوان الغاضب مارس العنف بدافع وطني. ده كلام الإخوان، ده مش كلام المسلسل. ويخرج يحيى موسى المسؤول اللي كان بينظم عمليات حسم وحملات لقاء الثورة مع علاء سماحي، ليه حوار مع منصة إعلامية محسوبة برضو على الإخوان في 2016 أعتقد، بيتكلم فيه إنه السبل السلمية أغلقت قدامنا. يحيى موسى ده مش شخص عادي، ده كان متحدث إعلامي لوزارة الصحة في حكومة الإخوان وعضو مكتب إرشاد. فلما يخرج إنه السبل السلمية اتقفلت قدامنا وإحنا يجب أن نغير آلية العمل ونبدأ نشتغل بطريقة جديدة، ويحيى موسى اللي على علاقة بمحمد كمال عضو مكتب إرشاد. في النهاية أنت هنا عندك أنت عندك ناس بتلعب سياسة، مفيش إخواني من هنا إلى قيام الساعة هيطلع يقول لك أنا مارست عنف أو مارست إرهاب. حلو، هنا اروح يمكن قبل الفصل ده مهم جدا لاستاذ ماهر فرغلي. استاذ ماهر، هل صحيح ما يحاول الاخوان طول الوقت اشاعته بل واحيانا ترسيخه في الاذهان انه احنا جماعه تعمل بالسياسه فقط ولا علاقه لنا باي عنف، وانه ما لصق بنا من عنف سواء اذا كان ايام البنا وتاسيس الجناح الخاص او التنظيم الخاص او من وجهه نظرهم برضه ما لصق بنا في تنظيم 65 انما هو كان محض عداء من السلطه فاما القصر او جمال عبد الناصر، وانه احنا من وقتها ملناش اي علاقه بالعنف لا من قريب ولا من بعيد، واحنا مش مسؤولين لا عن داعش ولا عن القاعده ولا عن اي تنظيمات ولا اي حاجه. بص سيادتك، اولا عشان انتوا ذكرتوا مسلسل الاختيار، عارف انا معترض على مسلسل الاختيار في حاجه بسيطه جدا، هي مرسي الشخصيه اللي طلع بيها مرسي انه طلع طيب هادي كده والراجل مش كده، شخصيته اللي احنا نعرفها عمليا
واللي احنا شفناها فيه لا ده كان راجل شديد جدا وراجل صعب جدا وبيصر على رأيه جدا وديكتاتور جدا وكل شيء. انا اظن ان ده نبل الصناع والله العظيم ونبل الدولة في ذلك لانه توفى فهو عند رب كريم. ده نبل ده صح ده تفسير هذا المسلسل اللي هو توثيقي اكتر منه درامي، جاء في قالب درامي وثق ده توثيق صح. اشياء وقعت عمليا وحقيقيا وكلنا عصرناها كلنا شفناها. عارف ليه؟ للاجيال اللي جايه. طيب من ناحيه العنف بقى ومن ناحيه السرديات الاخوانيه لازم نفهم حاجه مهمه جدا في جماعه الاخوان المسلمين. جماعه الاخوان المسلمين ليست تنظيما واحدا، تنظيم وتنظيم موازي. هم بيلعبوا على ده طوال الوقت. تنظيم الرئيس المركزي اللي هو بيبدو في صورة الحملان الوديع إبراهيم منير ومجلس العموم، حد الردة مش عندنا، احنا مش عادي الخمور نسمح بيها لو احنا مش الكلام ده كله. هذا الخطاب اللي هو بيجي بصورة حدثية. أما التنظيم اللي هو الموازي ده تنظيم تاني خالص، تنظيم اللي هو الحقيقي اللي انت مش شايفه. أقولك ازاي، جمعيات، تنظيمات مسلحة إرهابية بأسماء غير اسم الإخوان المسلمين، بيت المقدس وغير مش عارف مين، ويربطوه يا أخي باسم المقدس، واخد بالك؟ ويجي لك بقى اللي هي الشركات، وسائل إعلامية دعائية بأسماء مستعارة كثيرة جدا، وخطاب مزدوج طول الوقت داخل غير الخارج، خطاب للأعضاء بتاعتهم غير خطاب للناس للمواطنين. هو طول الوقت الإخوان دي لما تيجي تحاسبه يقولك مش احنا والله، حسم دي بتقول ده حسم سواعد مصر، دي حركة تابعة ملناش علاقة بيها، دي اسمها سواعد مصر، مالها ومال الإخوان؟ وهم إخوان مسلمين من عمق الإخوان المسلمين وفي قلب الإخوان المسلمين. فالإخوان المسلمين عشان تيجي تثبت، احنا هنثبت المثبت، ما هي مثبتة في تاريخهم. هو كل العنف المؤدلج اللي هم عملوه من أيام حسن البنا مش محتاج إثبات يا جماعة. مش هو مين اللي عمل التنظيم الخاص؟ مش حسن البنا في 37 وبدأنا بقى قصة السياسة والنظام الخاص. طيب عبد الرحمن السندي ده إيه؟ وانت مش كان في الإخوان؟ طيب الراجل لما موت زميله السيد فايز اللي هو عبد الرحمن مش إخوان؟ الاثنين إخوان. طيب أيام الهضيبي مش النظام الخاص اقتحم مكتب الإرشاد بالأسلحة بالسلاح؟ مش اختلوا النقراشي؟ مش اختلوا الخزندار؟ العربية تجيب دي إيه؟ من خيال الدولة المصرية والخطط اللي فيها ومصطفى مشهور والمجموعة دي. بعد كده التنظيم 65 إيه اللي كان يفجر القناطر الخيرية يا راجل؟ ده اعترافات بخطيته هم نفسهم في كتبهم، من محاولة تفجير القناطر الخيرية لمحاولة ضرب المحطة بتاعت رفع المية في غرب سيناء النهاردة. حاجة غريبة، هي نفس الطريقة ونفس النسق، نفس الطريقة ونفس النسق. هو أهم حاجة أضرب الدولة، طالما الدولة دي أنا لا أحكمها أنا أدمرها، لا تسوي شيء عندي، جناح بعوضة الدولة، مفيش حاجة اسمها دولة، ولا يعترف بالدولة إلا الدولة اللي يحكمها بس. ده نهج إخواني تاريخي طوال الوقت. أجي بعد كده للتنظيمات الشريكة. هو شكر مصطفى طلع منين؟ مش من قلب الإخوان. هو أسامة بن لادن منين؟ مش بايع الإخوان. هو الظاهري مش كان إخوان جماعة؟ حتى البغدادي كان إخوان، والقرضاوي قال كده، وإحنا اللي قلنا ولا أنتوا اللي بتقولوا في كتبكم وفي كلامكم؟ مجدي شلش احنا اللي قلنا له قول ان حسم تابع الاخوان، ما الفيديو موجود على اليوتيوب. ومجدي شلش ده فين؟ ومجدي شلش ده مش طلع هرمان لبرا مصر وطلع عمل فيديو قال لا ده مجموعات محمد كمال احنا اللي عملناها وسميناها اللجان النوعيه؟ شوف يا اخي البراعه في الاسم، اللجان النوعيه، مش يقول لك الجناح العسكري حتى، نوعيه. يعني ايه نوعيه؟ وانتم مش قلتوا هو بديع ده مش هو اللي قال ما دون الرصاص فهو سلميه؟ يعني كسر، احرق المحاولات الكهرباء، دمر، حاصر مدينه الانتاج الاعلامي، اضرب الاعلاميين، اضرب مش عارف مين، ده سلميه. يا سلام، اول مره يقول لك السلميه المبدعه. يا سلام، ليهم تعبيرات يا اخي الجدعان دول. سلميه مبدعه نكسر وحطم السلميات الجديده دي، سلميات يعني الجديده، واخد بالك؟ وبعدين يطلعوا لنا باللجان النوعيه دي، فتبقى كام؟ 20 لجنه نوعيه. المقاومه الشعبيه، العقاب الثوري، ولازم نحطها في الثوره، خلي بالك دي الثوره دي اتظلمت قوي، واخد بالك؟ العقاب الثوري والمقاومه الشعبيه، حسم لواء الثوره، ولواء الثوره ده للقضاء بس، انا اختل القضاء بس، ده بتاع القضاء، حسم لايه؟ للشرطه، واخد بالك؟ خلي بالك شرطه ورجال الجيش، انتوا تضربوا الشرطه ورجال الجيش عشان كده نوعيه، نوعيه لكل لجنه فيهم استهدافات معينه. وبعدين يطلعوا لك كتاب بقى
العقاب الثوري، طلعوا لك كتاب كده فقه المقاومة الشعبية، يا سلام، الشعب هو اللي يقاوم، ويحطوا لك فيه حاجات يا أخي من يجيبوها لك من بطون الكتب كده ما أنزل الله بها من سلطان، حاجات فتاوى في زمن معين في زمن التتار، يقول لك دفع الصائل، بس الشرطة دي صائل، ومين بقى؟ يقول لك علماء الكنانة، علماء الكنانة دول مين بقى؟ حط بقى 150 واحد على رأسهم يوسف القرضاوي، حط بقى تحتيه والريسوني ومش مش عارف مين ومين ومين تحته، كل ده قايم يقول لك هم دول اللي افتوا بالفتوى دي عشان الناس يشرعنوا العنف، تيجي تقول له انتوا اللي عاملين كده، يقول لك مش احنا، ده علماء كنانة، احنا مالنا، احنا جبناه، هم اللي قالوا، مش الاخوان، مش الجماعة، دول مش الجماعة دول. طيب انا هستأذنكم، هنروح لفاصل ويمكن نرجع بعد الفاصل نحط عنوان صغير يمكن للفقرة اللي جاية بتاعتنا، هي مسألة ماذا تريد الجماعة الآن دلوقتي، هم عايزين ايه، وبعد شوية هم برضو استهدافاتهم ايه، هل هيستمروا في هذه الطريقة، هل هم عاوزين يعملوا عملية عدم ثقة وعدم يقين في نظام الحكم، عاوزين يعملوا عدم ثقة وعدم يقين في عملية النمو الاقتصادي اللي بيحصل في مصر، حاولوا يلفظوا او يساعدوا على انه يحصل عملية ابتعاد للاستثمار، ابتعاد للاقتصاد وهكذا، عاوزين يفك وهذه اللحمة الوطنية اللي يمكن كان بيتكلم عليها الرئيس في إفطار الأسرة المصرية من فتح حوار سياسي، إعادة تشكيل لجنة العفو، إفراجات إنفراجات سياسية، فتح للأفق السياسي وما إلى ذلك، ما يعجبهمش يعني. فاصل ونكمل الكلام. اهلا بحضراتكم مره تانية وكل الترحيب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو، استاذ مافر غالي، استاذ سامح فايز، وعايز كمان نرحب بضيفنا العزيز عبر الهاتف الكاتب الكبير والناقد الفني الكبير استاذ اشرف غريب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فضيلتك، ازاي الصحه، كله تمام؟ الحمد لله بخير. استاذ اشرف، شفت مسلسل الاختيار ازاي، او تحديدا ازاي شفت انعكاس صوره الاخوان في مسلسل الاختيار وما حدث على ارض الواقع بالتحديد؟ يعني الانطباع الأولاني إن إحنا بنتفرج على عمل توثيقي، ودايما الوثيقة لا تقبل الشك أو التأويل، يعني الوثيقة في حد ذاتها دليل دامغ على صحة موقف من يظهر هذه الوثيقة، وبالتالي مساحة الاجتهاد، مساحة الافتئات، مساحة المزايدة، مساحة الشك، مساحة التأويل غير موجودة بالمرة في عمل توثيقي، وبالتالي كل كلمة، كل معلومة، كل موقف، كل حدث تم ذكره في مسلسل الاختيار 3 هو قائم على وثيقة يقدر الناس يتحققوا من صحتها، وبالتالي هذا العمل في تصوري هو واحد من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري كله. يعني أنا في ظني أنه ده أول عمل قائم على فكرة التوثيق. يعني ممكن يكون في مسلسلات تانية كان فيها بعض الجوانب التوثيقية أو وثيقة أو، لكن عمل يبقى هو البنى بتاعه قائم على ده، ده كان مسألة في غاية الأهمية وكمان في غاية الخطورة لو ما كانش منتبه ليها كاتبها هاني سرحان وكل الجهة القائمة على إنتاج مسلسل زي ده، لأنه إحنا في نفس الوقت اللي بنتفرج على عمل قائم على الوثيقة بنتفرج على عمل ممتع، يعني في عناصره الممتعة من حيث البناء، من حيث السرد، من حيث الأداء، من حيث الإخراج، من حيث الإضاءة، اتفرج على عمل متكامل ما فيهوش جفاف التعامل التقليدي مع الوثيقة، وبالتالي العمل وصل للجمهور بشكل بسيط جدا، وأظن أنه هو عمل فارق في تاريخ الدراما التلفزيونية زي ما كنت بقول لك. طب أستاذ أشرف، هل تعتقد أنه هذه السردية في الاختيار زائد التوثيق الكامل يمكن من الجلدة للجلدة زي ما بيتقال، وبالتحديد الدقيقتين أو الثلاثة الأخار اللي هم بيبقوا توثيق صوت وصورة في هذا المسلسل وفي كل حلقة، يؤدي إلى أنه الجماعة قد تستشعر خطر ما أو تتأكد من أنك خطورة ما على صورتها أو على شكلها أمام رجالها أو شبابها أو حتى شبابها المحتملين؟ طبعا هم اكتشفوا كده، يعني حتى بعض الناس اللي كانوا من الممكن ان هم يتعاطفوا مع الجماعة سواء من جوه الجماعة او حتى من يعني الميالين لمبادئ الجماعة، خلاص كل حاجة اتكشفت،
يعني ما بقى زي ما كنت لسه بقول لك، مفيش مساحه للاجتهاد، مفيش مساحه للمناوره، مفيش مساحه انك انت تتجادل وتكابر في امور قدام العين. يعني انا ما وبعدين ما هو فكره التوثيق كمان بتدي يعني مش بس في المصداقيه، بتدي نوع من الحياديه، بتدي نوع من الاحاطه. انا مش بتكلم على حدث في المطلق، انا بتكلم على حدث مرتبط باشخاص. صح. والاشخاص دي موجوده يعني معظمها، احنا بنتكلم في حدث 2012 2013 يعني مرور سنوات قليله، فمعظم اطراف هذه الوقائع والمواقف والاحداث موجوده على قيد الحياه، وبالتالي دي جرأة كبيرة جدا من صناع العمل يجي يطلع. لو ما كانوش واثقين من اللي بيتقال كان ممكن جدا يطلع حد يكذب ده، لكن ده بالأسماء وبالشخصيات وبالتواريخ وبالوقائع وبالأماكن، يعني خلاص في أكتر من كده إيه عشان يعني صورة الإخوان تنكشف تماما قدام الناس، ومن كان في قلبه مرض يعني على الأقل يبحث عن دواء لهذا المرض ويخرج من هذه الشرنقة الضيقة من الأكاذيب اللي هم عاشوا فيها وعايشونا فيها وعايشوا ناس كتير فيها. بالتالي مسلسل الحقيقة يعني عمل لمسة أكتاف لجماعة الإخوان الحقيقة. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا أستاذ أشرف، كل الشكر لكاتبنا الكبير والنقد الفني أستاذ أشرف غريب. أستأذنكم قبل ما نعود مرة تانية لضيوفنا، فإنه اتحاد قبائل سيناء يعني ينعي شهدائنا نصا في بيانهم أو في نعيهم موكب شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية، لا يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة الطريق بجانب جيشنا حتى القضاء على آخر إرهابي تكفيري على أرض سيناء الحبيبة. رحم الله شهدائنا وشفى مصابينا، العهد هو العهد، القسم هو القسم. اتحاد قبائل سيناء. برجع مرة تانية لضيوفنا الأعزاء، ويمكن هرجع أستاذ سامح فايز على ما الذي تريد الجماعة الآن. هو قبل ما نطرح سؤال ما الذي تريد الجماعة الآن، لازم الأول نفهم إيه اللي المصريين بيتعاملوا معاه. لأنه للأسف الشديد رغم أن إحنا بنتكلم في جماعة بقالها 90 سنة، ومع ذلك على مدار 90 سنة لسه أستاذ ماهر بيشير وبنتكلم أن هم إحنا لسه محتاجين نثبت أن هي جماعة إرهابية. من هي جماعة الإخوان؟ أو حتى اللي أنا قادر أتعامل معها دي، اي دارس للعلوم الشرعيه سواء في الازهر او معهد الدراسات الاسلاميه عارف انه في الاسلام في مذاهب او فرق معينه، هتلاقي سلفيه، هتلاقي اشعريه، هتلاقي السلفيه الوهابيه. لما تيجي تشوف جماعه الاخوان الارهابيه هتلاقيها كقيادات منتشره في كل التيارات دي، هتلاقي قاده اخوان كبار زي قاده زي اخوان سوريا، هتلاقيهم صوفيه مثلا، هتلاقي في قيادات في الاخوان اشعريه، هتلاقيهم قيادات سلفيه. رغم من الفرق دي في الدراسات العلوم الشرعيه، وانا اسف لو بدخل في المنطقه المعقده دي، يعني الفرق دي بعضها اصلا لا يتلاقى فكريا في الدراسات دي، الاخوان منتشرين في كل دول. فهي في النهايه انت مش قدام جماعه دينيه، انت قدام جماعه سياسيه بتوظف الدين حسب المستطاع للوصول للسلطة، نشأت في ظرف سياسي معين بعد سقوط الخلافة العثمانية في العشرينات، وتم استغلالها وتوظيفها من مخابرات دول أجنبية، وده معروف. والتوظيف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعني أحيانا كانت الجماعة نفسها هي اللي بتسعى، سواء المخابرات البريطانية بعدين المخابرات الأمريكية أو مخابرات دول كتير، وكل دولة على حسب مصلحتها اللي محتاجها من التيارات دي. ففي النهاية أنا كدولة أو كمؤسسة دولة، هل هتعامل مع التيار أغلبه جواسيس أو في أو خونة أو ناس بيوظفوا الدين بالمنطق ده؟ ده على مستوى القيادات، لكن على مستوى القواعد وآلاف الناس اللي ممكن يكونوا معتقدين خطأ أنه دي جماعة دينية، لأنه التفصيلات الصغيرة دي مش كل الناس هتتعمق فيها. طب أنا عشان كده ما تيجي تكلم عن جماعة الإخوان، فالبعض يعتقد جماعة الإخوان مش جماعة إرهابية. احنا لسه بنتكلم في النقطه دي لحد دلوقتي ليه؟ طب ما هو جاري وزميلي في المدرسه وهو معتقد هذا الفكر، لكنه هذا فكر فاسد لا علاقه له بالدين او بالاسلام، يبقى لازم انا افكك ده الاول وكسر ده واقول ان دول ليست جماعه اسلاميه ولا جماعه دينيه، جماعه سياسيه تطمح للوصول للسلطه بطريق غير شرعي او غير سليم او غير سوي، وبتستغل من دول اجنبيه. طيب انا هستاذن ان احنا قبل ما ننتقل للاستاذ ماهر فرغالي، عايز اروح على التليفون ومعانا عضو مجلس او عضوه مجلس النواب نائبه اميره العدلي. اهلا بيك يا سياده النائبه. اهلا بيك يا يوسف. عامله ايه؟ كله تمام؟ يعني تعازينا في الاول وفي الاخر بالتاكيد. طبعا تعازينا
يعني أنا مش عايزة أقول لك إنه الخبر النهاردة على قد ما هو صادم وعلى قد ما أنا سمعت ردود الأفعال بنفسي من مواطنين كتير قد إيه الخبر وقع وصادم عليهم، لكن ده بيدل له دلالات كتيرة وقراية في المشهد إن إحنا أمام محاولات يائسة من جماعة تقريبا فقدت كل ما لديها. طيب أميرة، يمكن أنت واحدة من الشباب المصري اللي مارس السياسة في معتركها الطبيعي من خلال أحزاب قبل 2011 وبعد 2011 مرورا أو وصولا إلى وجودك داخل مجلس النواب كعضوة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيضا تم تجسيد شخصيتك في بعض من مشاهد مسلسل الاختيار. أنت اختبرتي الجماعة إذا صح التعبير، شفتيهم وتعاملتي معاهم وكنت جزء من الحركة الديمقراطية المصرية المناهضة للجماعة، شفتي الاختيار في أي إطار؟ هل الاختيار عرض الواقع الحقيقي ولا زي ما بتصر الجماعة وأبواقها دلوقتي على بعض المنصات يقولك لم نكن بهذا السوء ولكن الاختيار ده ضرب من ضروب الخيال؟ لا طبعا، لا طبعا، الاختيار بالوثائق اللي عرضها بجزء كبير من الواقع اللي رصده، احنا عشنا اكتر من ده يا يوسف، واعتقد انت كنت موجود معنا في اوقات كتير داخل الميدان. يعني انا من الناس اللي اشتغلت سياسة من قبل حتى 2011، مظبوط، يعني وبعرف جماعة الاخوان من قبل 2011. الحقيقة ان انا كنت من الناس اللي من اول لحظة كان عندها يقين ان هذه الجماعة لا تحمل ابدا الخير لمصر وانها ما ينفعش توصل للحكم. لكن في النهاية أنت وصلت في المشهد في انتخابات أنك كان لازم ترضخ للصندوق، إذا تم اختيار محمد مرسي فخلاص، يعني أنت بترضخ للديمقراطية والصندوق مهما كانت نتيجته إيه. لكن حقيقة السنة اللي احنا عشناها في الشارع كانت من أسوأ السنين اللي مرت على مصر. احنا كنا مهددين في كل لحظة، احنا صحيح. كنا بنسمع بودننا وهم بيتكلموا عن العنف وعن إراقة الدماء وعن فكرة انه احنا قاعدين معاكم 300 سنة واحنا مش هنمشي من البلد دي بسهولة، وتكفيرك وانك علماني وانك ضد الدين وان اي حد بيعترض على اي مسألة ليها علاقة بالقانون او التشريع او اي تصرف او الهيمنة على الدولة او السطوة على الدستور ان انت كافر، ان انت ضد الشريعة الإسلامية، ان انت ضد وجود الدولة الإسلامية. لكن احنا كنا قدام ناس لا تؤمن بالوطن ولا تؤمن بالمواطنة ولا تؤمن بالمواطنين، وكانوا شايفين المصريين مواطنين درجة تانية، وان اي حد مختلف معهم في الرأي هو بالطبع كافر ويعني ودمه مباح. يعني احنا في اوقات انا فاكرة كويس جدا الجمعة الشهيرة اللي كانت سنة التحرير بتاعت الشريعة، يعني دي كانت جمعة احنا كنا مسمينها جمعة قندهار، كانت من أسوأ الأيام انك تشوف ميدان التحرير بالشكل ده، يعني كانت صدمة، وده كان قبل وصول الإخوان للحكم. غير طبعا المشاهد اللي احنا شفناها عند مكتب الإرشاد، غير التعذيب اللي حصل على الأسوار الاتحادية اللي هو رمز للحكم في مصر. لا حقيقي، يعني اللي تعرض في الاختيار هو جزء كبير من واقع المصريين شافوه بعينيهم. صحيح صحيح. أنا بشكرك مرة تانية أميرة، كل الشكر لنائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب، وخليني هنا أرجع لأستاذ ماهر فرغلي. وإحنا بنتكلم مع أستاذ سامح فايز فأشار نقطة مهمة جدا، هناك الكثير من الفرق داخل الجماعة لكن الكل يتفق على رؤية سياسية، فهي جماعة سياسية بتستغل أعضائها لاختراق، إذا كانت بقى فرق فكرية أو فقهية أو دينية مختلفة، المهم إن الهدف واحد. بس السؤال بقى، الهدف دلوقتي يا استاذ ماهر هو عايز ايه؟ طب اقول لحضرتك على حاجه، انت مش ملاحظ ان هم في موضوع لجنه العفو والموضوع الحوار اللي اطلقه السيد الرئيس، ان هم عملوا هجمه كده دعائيه واعلاميه كبيره جدا على منصاتهم على الكلام ده؟ صح. ليه هم مش عاوزين العفو؟ ليه مش عاوزين الشباب يعني اللي يحصل فيه حوار والكلام ده؟ عارف ليه؟ لان هم مستفيدين من تلك الحاله، في سبوبه ماليه دي اولا لبعض القيادات، واخد بالك؟ ثانيا هم عاوزين الحاله دي على طول كده، هو لا يكون لا في السلطه ولا بلاش، لا تخرب الدنيا ولذلك العمليه اللي حصلت دي النهارده في سيناء تاتي في هذا السياق وقف التنميه. خلي بالك دي بالقرب من محطه، اكبر محطه تحليه بتتعامل لاهل سيناء اللي هي في بحر البقر. فهو هنا بيعمل ايه؟ عاوز يوقف التنميه في سيناء، هو مش من مصلحته تكون في تنميه في سيناء مطلقه خالص طبعا. والنهارده الخطه اللي عملها الدوله سيادة الرئيس
600 مليار بتنفق على اهل سيناء، طرق، استصلاح اراضي، 6 مواني بتتحدث، مساكن، زراعه، تحليات مياه، كل المشاريع دي هو مش عاوزها، ولذلك هو عاوز يوقف. طب يوقف عن طريق مين؟ عن طريق دول. ولما تيجي تكلمه يقول لك ايه؟ مش احنا. وعلى الناحيه الاخرى بعض العناصر منهم من جماعه يقعد يقول لك ايه بقى؟ دعايه اخرى مضاده، دعايه سوداء مظلمه، واخد بالك؟ ان الجيش السبب، ان مش عارف ايه. واحد اتنين، واخد بالك؟ هذا التنظيم انت لو لاحظت 3 سنين اللي فاتت انت كنت بتسمع عن عمليات زي كده خالص؟ تقريبا لا، منعدمه. منعدمه ليه؟ لان من 2018 والعمليه الشامله اللي قام بها الجيش المصري استطاع بنجاح كبير جدا يفكك كل المجموعات الارهابيه الموجوده في سيناء، حتى كل القيادات، ابو دعاء الانصاري، ابو عبد الله، مش عارف مين، كل القيادات دي اللي كان ماسكين التنظيم كلهم قتلوا، والاغلب هذه المجموعات تم تفكيكها، واصبحت هناك عناصر شارده. هذه العناصر الشارده مع عناصر اخوانيه زي عمر الديب اللي قتل ده وغيره، مع العناصر اللي بتجينا من الخارج، انت شفت القياد اللي هو ابو جميل الغزاوي لسه قتل من شهرين، اللي هو ابن اختي حسن، كل الناس دي بتتجمع عشان تعمل نكايه في الدوله المصريه، وعندهم عمى استراتيجي، بدل ما يروح شمال يروح رايح جنوب يعمل فيك انت، واخد بالك ليه؟ لان هو الموضوع متعلق بملفات اكبر لما يحدث، ملفات سياسيه واقليميه وغاز وغيره وغيره الاخر. فانت بتلاحظ ان في عمليه لاثبات الوجود واظهار الكيان، انا موجود، انا هعمل عمليه زي كده، وبيعملها لك في مكان بعيد غير المعتاد، هي عمليه خاطفه، انه جه في مكان مش هو مش موجود فيه اصلا، هو ما كانش موجود في المنطقه دي اصلا، واخد بالك؟ فجالك في المنطقه اللي يضرب ويجري، يضرب ويجري ويطلع يجري، عناصر مجموعه من الافراد، واخد بالك؟ مجموعه من الافراد، بعد كده بتصاحبهم دعايه سوداء من جماعه الاخوان ومنصتها، واخد بالك؟ لان سينا والارهاب ومحدش عارف يوقف الارهاب والكلام ده كله، والكلام ده لازم هو يعمل كده، هو عاوز يوقف الدوله المصريه، الدوله المصريه طالما هو لا يحكمها يبقى لازم يوقفها ويوقعها. قد الاخوان المسلمين، ماذا تريد الاخوان المسلمين غير كده يعني؟ طيب انا هستاذن، هنروح لفاصل وعايز ارجع بعد الفاصل. هل هذه التحركات هي بمنأى عن التنظيم الدولي وابراهيم منير وفرقته وجماعته؟ طيب وهل ابراهيم منير وفرقته وجماعته تحركهم ذواتهم او يحركهم مجلسهم غير الموقر اللي موجود في لندن، ولا ان هناك قوه اكبر تحرك ابراهيم منير او تتفاعل معاه او تتوائم او تتفق معاه في رؤى تملي عليه احيانا يقنعها احيانا اخرى؟ خلونا نروح للفاصل ونرجع لضيوفنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، وخلونا نرجع مره تانية نرحب بضيوفنا الاعزاء الاستاذ سامح فايز والاستاذ ماهر فرغالي، كتابنا والمحترمين وخبرائنا في شؤون هذه الجماعات المتطرفه. هرجع مره تانية لاستاذ سامح. اذا احنا فاهمين الاخوان عايزين ايه دلوقتي، لكن مساله انفراجات وافراجات وحوار سياسي مفتوح وإعادة تشكيل للجنة العفو زي ما أشار ليها أستاذ ماهر، هل ده يشكل خطورة على الإخوان؟ يعني قد يظن المذيع أنه ده هيؤدي إلى المزيد من العزلة للإخوان، وده الأمر اللي بالنسبة لهم قد يكون كارثي. هو غضب الإخوان غير مفهوم، لأنه من 2020 جماعة الإخوان، وأستاذ ماهر ليها أحاديث كتير مهمة في المسألة دي، جماعة الإخوان بدأت تتحول لتيار فكري، أو هي من زمان بتتحول لتيار فكري، ما بقاش في فكرة التنظيم بالشكل المؤسسي، لكن هي أفكار في محاولة للعودة من جديد، ودي كانت سبب إنه في خلافات كتير ضخمة جدا وانشقاقات حصلت بين الإخوان في أوروبا، واللي نتج عنها إنه في مكتبين للإخوان حاليا دلوقتي، منهم مكتب إبراهيم منير، وهو أعتقد من وجهة نظري الأقوى يعني. إبراهيم منير والمجموعة اللي معايا كانوا بيبرروا موقفهم في تغير سياسات الجماعة في المرحلة دي ان هو من اجل مصلحة المعتقلين، وان احنا ده على لسان ابراهيم منير القائم باعمال مرشد الاخوان الحالي في لندن، الراجل بيقول جماعة الاخوان مستعدة لتقديم اي تنازلات ايا كانت من اجل المعتقلين، وان الافراج عن المعتقلين اصبح فريضة كالصيام والصلاة، وفضلت كل قنوات الاخوان الاعلامية تضخ الحديث ده في كل مكان، والصحف تتحدث ان احنا مستعدين لاي تنازلات من اجل افراج المعتقلين. ايه اللي حصل؟
طب ده بيحصل بالفعل، لكن هي الجماعه ادركت انه الدوله المصريه لما تدخل في حوار سياسي هتدخل في حوار سياسي مع مصريين على ارضيه الوطن، صح، مش مع الارضيه جماعه ارهابيه تتجسس لمصالح دول اخرى. يمكن حضرتك في الفاصل كنت بتسال هل العمليات دي الارهابيه الاخوان العلم بيها او لهم يد فيها او اللي بيديرهم جماعه الاخوان تحديدا، وهي جماعه الاسلام السياسي الاكبر والاقوى في العالم كله، واللي كل حتى التيارات السياسيه الاخرى اللي ممكن تختلف معها ايديولوجيا بتشتغل تحت ايديها موظفه، هي جماعه وظيفيه منذ اللحظه الاولى لاي جهاز مخابراتي هيدفع اكتر يعني بشكل قطعي. من يوفر لهم الغطاء؟ من يوفر الغطاء؟ يعني حضرتك من بداية من حسن البنا، ونطرح الأسئلة مين اللي كان بيوظف حسن البنا من بعض الدول العربية أو الدول الأجنبية؟ هنيجي بعد كده يعني حتى في وثائق بريطانية أفرجوا عنها من حوالي سنة تقريبا بتتكلم عن توظيف غير مباشر لإخوان اليمن ضد عبد الناصر وضد اللي كان بيحصل فيه لمصلحه بريطانيا. والتوظيف غير المباشر هنا ان انا يعني في توظيف مباشر وغير مباشر. المباشر انا بتعامل بشكل مباشر مع قاده الاخوان، غير مباشر انا بستغل تلك الجماعه الوظيفيه واستغل اسمها وابدا اروج ليه واسوق ليه على اعتبار ان ده الاسلام الوسطي. وده المشروع الضخم جدا اللي بدا يروج ليه الامريكان اعلاميا بعد 2005 وفكره الشرق الاوسط الجديد، ان انا ده الاسلام الوسطي اللي احنا كلنا هنتقبله في محاوله للسيطره على الجاليات المسلمه في اوروبا واعاده استخدامها كورقه ضغط على الانظمه العربيه، انظمه الحكم العربيه كورقه ضغط تستغلها بعض منظمات الحقوقيه ضد الدوله المصريه. استاذ ميرلي كان بيتكلم على فكره الحادث الارهابي اللي حصل النهارده وفي محاوله لاضعاف الدوله، لو انا مش في الدوله فلا دوله. هم اساسا لا يعترفوا بمنطق الوطن او بمنطق الدوله بشكلها الحديث، بالعكس بيسخروا من منطق الدوله والوطن بشكله الحديث. طيب هنا اروح لاستاذ ماهر، انا مش عايز اسمي دول علشان ما تتسببش في ازمات دبلوماسيه او سياسيه الى اخره، لكن هل ابراهيم منير محرك ام محرك؟ طيب بس خليني في الاول عشان احنا عندنا ازمه في المصطلحات وبنغلط اغلبنا وبدون قصد بالمناسبه. يلا بينا. يعني مثلا صح. في مصطلح هم الاخوان بياكلوا عليه يقول لك التمرد في سيناء، مفيش حاجه اسمها تمرد في سيناء. مفيش تمرد، في حاجه اسمها ارهاب في سيناء. صحيح، جماعه ارهابيه. صح. اثنين، معتقلين، مفيش حاجه اسمها معتقلين عندنا في مصر. صحيح، عندنا مسجونين على ذمه قضايا، واخد بالك؟ اوعى نغلط في الكلام ده. صح. اثنين، ثلاثه، الانشقاقات الاخوانيه بين ابراهيم منير ومحمود حسين، واخد بالك؟ لا انشقاقات لكنها اختلافات في انقسامات. صحيح، انقسامات مش انشقاقات. على ارضيه الجماعه، وهذه الانقسامات قد تكون مصنوعه وقد تكون غير مصنوعه، جزء منها مصنوع، واخد بالك؟ مقصود يعني انها تبقى طالعه قدام العالم كده. مقصود، هل هي يعني تنظيم ازمه ام ازمه تنظيم؟ في فرق. هل هي ازمه تنظيم هذه الانقسامات ام تنظيم للازمه؟ هم منظمين الازمه برضه، واخد بالك؟ فهو هنا هذه الانقسامات الاخوانيه، واخد بالك؟ على ارضيه الجماعه كل منهم له رؤى معينه، هناك فريق يريد الاحتفاظ بهياكل التنظيم بالكامل كما كانت مكتب إرشاد ومجلس الشورى، ويعود إلى ما قبل 2011 بنفس الهيكلة ويقعد على الترابيزة دي يتفاوض، وهذا غير مقبول من الدولة المصرية طوال تاريخها. حلو، تمام. الفريق الآخر فريق يريد إلغاء الهياكل التنظيمية بالكامل دي من الداخل والاحتفاظ بالهياكل الخارجية في أوروبا وغيره، في مقابل برضو أن أنا أرجع والدولة تقبلني لما قبل 2011، وهذا أيضا غير مقبول. الدولة المصرية لا تتفاوض مع جماعات وتنظيمات. هات لي مرة تفاوضت مع تنظيمات وجماعات؟ ولا مرة. ولا مرة، واخد بالك؟ مطلقا، واخد بالك؟ فأنت هتقولي المراجعات تسعينات، هذه مراجعات، دي مراجعات ظهرت من الجماعة نفسها واعترفت بأخطائها وحلت جناحها العسكري وسلموا الناس وقالوا احنا خلاص احنا بره مفيش حاجة اسمها، وخرجت وثيقة ترشيد العنف والكلام ده. والكلام ده كله واللي قصة معروفة. فالنهاردة السؤال حضرتك عشان أنا برضو على مسألة إبراهيم منير ده محرك أم محرك؟ لا، محركين الاثنين، محركين يعني سواء هذا الفريق أم ذاك الفريق. الاثنين محركين، لهم ارتباطات، وارتباطات بأجهزة، وهذه الأجهزة لها رؤية معينة في التعامل مع مصر واستخدام دول كأوراق ضغط على مصر في وقت من الأوقات، بس الرؤية دي مختلفة عندي، وهذا التنازع بيحصل بين الفريقين. في النهايه، في النهايه انا بوجهه نظري الشخصيه ان في النهايه اي هم كده الاخوان. لاحظ في اليمن
في اليمن مثلا اديك امثله، في اليمن هتلاقي اجنحه، جناح اللي موجود اللي مكتب في الرياض، وجناح اخر موجود في اسطنبول، وجناح موجود في الداخل في تعز. طب امسك في الاردن اجنحه، صح في العراق اجنحه، في سوريا اجنحه، في مصر اجنحه، في ليبيا اجنحه. هم كده دي السياسه الجديده، سياسه التنظيم المركزي والتنظيمات الموازيه. التنظيم اللي ينتصر احنا وراه، فهم بيلعبوا بالكود. دي العيب الاخوانيه الجديده، العيب الاخوانيه تحويل الجماعه من الى تنظيمات متوازيه كتيره، ثم تحويلها الى تيار داخل المجتمع بالويه باجهزه، تنظيم ميداني، تنظيم للجمعيات، توغل في الفنانين والمش عارف والرياضيين وكذا كذا، وتمسك الواحد تقول له انت اخواني، يقول لك انا مش اخوان. دي السياسه الجديده هم اللي بيعملوا. مش اخوان كلمه شهيره صحيح، مش اخوان، مش حابب احترم، انا مش اخوان بحترم، انا مش اخوان، بس ادوهم الحريه يا جماعه شويه، يعني حريه انا يا جماعه. في يا جماعه مش بيلعبوا سياسه؟ ايه البق الغريب ده؟ يعني ده شيء غريب بالنسبه لي جدا. طب هنا عايز ارجع استاذ سامح فايز، باعتبار ان احنا بنتكلم على جنه الجماعه او جنه الاخوان، هل لا زال الاخوان او لا زالت الجماعه دي جنه في نظر البعض، ولا انه هذه الصوره تم تفكيكها؟ انا سعيد ان حضرتك سالتني السؤال ده، لان حضرتك بتتكلم بس بلاش حازم صلاح عشان دي كلمته، لان انت حضرتك فعلا بتتكلم في منطقه الخطر الاقوى في الوقت الحالي. كل الكلام اللي قلناه ده يعتبر ارشيف. ده مصر دولة قوية. مصر أصبحت خلاص، إحنا بنتكلم النهاردة في 2022، هناك مصر الدولة التي دفعت الجميع للبحث عن الصلح والتصالح، وكل المخططات فشلت، والمسلسلات الدرامية اللي جت في رمضان سواء العائدون أو الاختيار قدمت بشكل توثيقي لده. لكن يظل الخطر الأقوى، واللي كان دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عنه، اللي هو تحدي الثقافة أو تحدي المعرفة أو العلم. جماعة الإخوان على مدار تاريخها من أول لحظة لتأسيسها كانت بتشتغل بشكل قوي جدا على التربية وتنشئة الأفراد والأجيال اللي بينتموا ليها بفكر ووعي معين أصل ليه حسن البنا في البداية في الرسائل بتاعته، وكان بيحدد حتى أدق مواصفات الطفل أو الشاب أو المراهق اللي هيخش الجامعة والفترة العمرية اللي يدخل فيها، وبعض المواصفات المعينة لو فيه ما نقبلوش، لو شخص بيسأل كتير، لو شخص مش صعب السيطرة عليه، فكرة السمع والطاعة للبعض بيتريق عليها، دي موجودة في الرسائل نصا، انه لازم يكون بيسمع الكلام نصا لا يعترض. انت بتتكلم على مدار 90 سنة جماعة بتأصل دعويا، يعني لجنة التربية وكتب التربية هي أهم اللجان وأهم وأكثر الإصدارات في تاريخ جماعة الإخوان وكل الجامعات، كل جماعات الإسلام السياسة أو الجماعات الإرهابية على مدار تاريخها. 90 سنة هم شغالين على الخط ده، وده اللي قاله نصا الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب لي من كذا شهر، لما قال ان هم 90 سنه شغالين على كل على مساله الثقافه، سوز بينخر في عظم وعقل ووعي الوطن. صحيح. على الجانب الاخر احنا عندنا بتيجي تحولات سياسيه لا يقابلها العمل على تحدي الثقافه على الارض، على وعي المواطن. فتلاقي استاذ جامعه، حد معاه ماجستير، حد معاه دكتوراه، طبيب، مهندس، وتلاقيه انتمى لداعش او انتمى لجماعه الاخوان الارهابيه او هذه التنظيمات الارهابيه. امال الدكتوراه دي جت منين؟ هنا بقى مساله الوعي. لما نيجي نفرق بين فكره التعليم وان واحد خد شهاده، او فكره الثقافه، حد قرا له كتابين فعرف معلومه غير معلومه الدراسه، او واحد بقى عنده وعي، قدره على استشراف المستقبل. الوعي ده بيجي من تراكمات على مدار سنوات، 90 سنه او 100 سنه كل الجامعات دي قادره تشتغل فيها بقوه. في مصر اكاد اكذب ان ده ما بداش يحصل غير بعد 2013. كان في بعض المحاولات بشكل فردي او بشكل، يعني مثلا اليسار المصري كان ليه دور عظيم جدا في الستينات في السبعينات لحد ما تم اقصاؤه عمدا باتفاق مع الاسلام السياسي في الثمانينات. احمدك يا رب حد بينصفنا. انا بتكلم هنا على الوعي لست يساريه، بس انا بتكلم على فكره الثقافه والوعي. دي كانت المحاوله تقريبا المؤسسيه في النظام في حسني مبارك او الانظمه المتعاقبه، ما كانش فيه اهتمام بده. النهارده احنا بنواجه ازمه شديده جدا، ان احنا محتاجين، يعني الرئيس في اخر خطاب ليه، رئيس الدولة يقسم ان اللي في المسلسل ده صحيح. مصدقينك يا رئيس؟ ليه بتقسم؟ بتقسم لانه في الالاف من الناس وعيها مشوه ومخرب ان دول رجال دين، والوعي شوه وخرب عن طريق ايه؟ عن طريق 90 سنة سيطرة على مراكز الشباب، سيطرة على قرى وعلى ارياف، على اماكن نائية. يعني جماعة الاخوان مجرد ما وصلت لحكم مصر اول حاجة فكروا يعملوها الاعلام والثقافة والتعليم، يعني وزير الثقافة، شباب والرياضة، مراكز أسامة ياسين، سواء أسامة ياسين أو علاء عبد العزيز، حتى بوادر الثورة، ثورة 30 يونيو خرجت من وزارة الثقافة، لأن في مشهد ثقافي وإن كان ضعف بسبب الضربات المتلاحقة من الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية، لكن لازال في وجود، فخرج رافض لده.
احنا في معركة خطيرة فعلا، لان انت مهما قدمت يعني الرئيس قال مسلسل الاختيار قام بدور 1000 كتاب و1000 ساعد برنامج تكشو. على فكرة ده علميا صحيح، لانه علوم الصوره وعلوم التلفزيون بتقول انه العمل الدرامي ده اللي موجه للانسان البسيط الانسان العادي اللي مش هيستوعب الكلام المتلتع اللي انا عمال اقوله، هو عاوز يشوف مشهد درامي بسيط يوصل له الصوره، يهيئ مخه ان انا لما اجي اقول له ان اللي انت شايفه شيخ وابو عمم ازهري ده ارهابي هيصدقني. عبد الرحمن البر على سبيل المثال، ولما تيجي توثق العمل الدرامي ده بتسجيل للارهابي ده طالع يقول اما انجح او احرق مصر، شوف المشهد ده أثر قد إيه. أنا بقالي 10 سنين من 2012 عمال أطلع في التلفزيون أقول نفس الكلام من وقت حكم الإخوان لما بعد حكم الإخوان، أقول نفس الكلام حرفيا، ويجي مسلسل في شهر يغير مفاهيم بقالي 10 سنين مش عارف أغيرها. بس بالمناسبة دي طبيعة الحال في الدراما وفي السينما، إن عندها قدرة دي طبيعة الحال في آليات الحرب اللي بدأت تحصل من الحرب الباردة بين الأمريكان وبين روسيا لما بدأوا يوظفوا فكرة الثقافة. أنا الغرب أنهك من الحروب العالمية وكلنا بنشوف الدراما الأجنبية اللي بتكلم عن المآسي اللي عاشها الجنود في الحرب صحيح. فأنا بالتالي مستحيل أبعت جندي من عندي يموت. طب أنا هحارب إزاي؟ أبدأ أكون شبكات تحالف جواك داخل الدولة. طب شبكات تحالف عن طريق مؤسسات الثقافة، أخلي الناس يضربوا ببعض، فأروح مدخل واحد يقول لك أنا هنشر الإسلامي الوسطي. إيه الإسلامي الوسطي؟ وواحد يقول لك الإسلام المتشدد، والإسلام هو إسلام واحد. فتبدأ تلاقي نفسك قدام تيارات كتير، والتيارات دي زي ما قال الأستاذ ماهر أنت قدام جماعات موازية وليست جماعة واحدة. يعني النظام الخاص كان اسمه النظام الخاص، بعد شويه بقى اسمه الفرقه 95 اخوان اللي الاخوان نفسهم طلعوا قالوا اه موجوده لكنها كانت موجوده وقت يناير فقط، بعد شويه الفرقه 95 بقت كتائب المقاومه او المقاومه الشعبيه او حسب لواء الثوره. هنكتشف ان الاربع خمس تنظيمات اللي اشتغلوا من 2013 ل 2019 الخمسه دول او سته دول اللي كان بيديرهم اتنين يحيى موسى وعلاء السماحي، تغير المسمى لكن هي مسألة واحدة. طب أنا هنا أرجع لأستاذ ماهر فرغالي، مسألة إن إحنا كلنا اتفقنا على إنه مسلسل الاختيار الكل يتفق، وكمان زي ما كان بيقول الأستاذ سامح على حتى بمنطوق الرئيس عمل اللي ما يعملوش 1000 كتاب، لكن دلوقتي إحنا بنتكلم على حديد ساخن. أظن نحتاج إلى الطرق بمنتهى القوة وبمنتهى الدقة على هذا الحديد الساخن، يعني إطلاق معارك الوعي اللي عملوا الاختيار 100 فل. هل نصمت ولا نبدأ نشتغل بمنظور فكري؟ نشتغل في أنهي اتجاه؟ لابد أن نعمل باستراتيجية واضحة المعالم هنا، لابد، وأنا أناشد بوجود استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف العنيف. لازم تبقى استراتيجية وطنية كبيرة على جميع المستويات. لواحد، أنت من شوية سألت عن جنة. جنة، هناك جنة بالفعل لعضو المتطرف، هو بيصنع عالمه الخاص وبيعيش وسط عالم خاص وعائلة خاصة وبناء أسري خاص وبناء وطن وبيبني وطن لنفسه خاص غير وطنك أنت. تتخيل واحد راح يفجر نفسه، الولد اللي زمان فجر نفسه في مديريه جنوب سيناء وهو رايح بيبتسم وبيضحك وراح يفجر نفسه، الولد اللي دخل في الكنيسة البطرسية ولا غيره عادي جدا، ده جن، هو رايح للحور العين على صنع عالم خيال في دماغه في الدنيا وفي الآخرة. هذا بيفكرني بإيه؟ بيفكرني بالحشاشين عند حسن الصباح زمان. أيوه. إنه كان يصنع لهم الجنة الموعودة فيسقيهم من الخمر في أنهار بتجري داخل القلعة. أيوه. ويقولهم جنتكم اهي، فاللي هيسمع كلام يفضل في الجنة، طب واللي ما يسمعش الكلام ويتردد فكان ينزله في القبو بتاع القلعة فتنهشه الكلاب. أيوة. يقول لهم شفتوا ادي كلاب الجحيم. يعني الاخوان بشكل او باخر عرفوا يوصلوا شبابهم لده. وعلى راي زميلنا وصديقنا خالد البري في كتابه الدنيا احلى من الجنه، صحيح. ما هو الدنيا احلى من الجنه بتاعتكم متطرفين، مش الجنه اللي انت داخل جنة الخلد يعني. جنتهم هم يعني. فانت بتصنع له جنه، بتصنع له عالم خاص بيه. كيف نفكك هذا العالم؟ يعني ازاي تفكك العالم ده اللي بيصنعه المتطرف؟ دي في دراسات كتيره جدا، ده في قصص كبيره جدا. النهارده نموذج ارهوس مثلا في الدنمارك، نموذج حياه في المانيا، نماذج، نموذج هدايه اللي عامله الامارات، نموذج المناصحه اللي عامله السعوديه، احنا عندنا نموذج مصري لازم وجرب في التسعينات يعمم ويطور بشكل، واعتقد مصر فيها طاقات مبدعه وفيها مفكرين وفيها باحثين وفيها كتاب على دراية كبيرة جدا وفيها ناس عندها تجارب مهمة تستطيع أنها تفكك هذه الجنة. غير كده أنت هتفضل في المشكلة على طول،
المشكله ده هتفضل مستمره على طول. ليه؟ لانك انت بتفكك التنظيم، نعم بتنجح في تفكيكه نعم، وده اللي نجحت في مصر، فككت 28 تنظيم بعد 2011 واجناد مصر موجوده. 28 فين اجناد مصر؟ راح محقق همام. فين التنظيم بتاع بيت المقدس اللي هو في الوادي ده والدلتا ومش عارف؟ فين كتيبه المرابطين؟ جندي الاسلام. فين حسم ولواء الثوره؟ فين جندي الاسلام؟ فين انصار الاسلام؟ فين انصار الدين؟ فين مش عارف كل ده اللي كانوا موجودين في التحرير؟ يا راجل ده انا نزلت التحرير في 2012 اعمل تحقيق صحفي نزل في جريده التحرير. وبعدين في الخيم كانوا بيتلقوا البيعات يا راجل في ميدان التحرير، في قلب ميدان التحرير. توفيق فريق زياده كان موجود في قلب ميدان التحرير، اللي هو ابو عبد الله اللي جه في الاختيار 2 والاختيار 1 اسف. انت بتتكلم ازاي كانوا بيتلقوا البيعات في جوه كل التنظيمات دي دابت وبينشروا يقول لك سوري سوري جوه بالميكروفونات بالميكروفونات، وسجلت هذا صوتيا. فانت النهارده كل ده انتهى. لقد نجح الجيش المصري برجاله تضحيات شباب وشهداء، ونجحت الداخليه المصريه الشرطيه صحيح بالتضحيه في القضاء على هذه التنظيمات، وفقدنا 3000 شهيد او ازيد كمان، انا اكتر من كده كمان واكتر. فانت بتتكلم على تضحيات ادت الى انتهاء وتفكيك هذه التنظيمات، لكن انت النهارده انت محتاج الى الاستراتيجيه الوطنيه الفكريه لتفكيك الافكار والايديولوجيات. هو الحقيقة القعدة دي كانت لازم تبقى أطول من كده، يجي 4 ساعات حتى نستطيع أن احنا نصف في القول، لأنه الحديث عن هذه الجماعة البائسة يحتاج مننا مجلدات يمكن تعمل ناطحة سحاب. لكن خلوني أشكركم حقيقة على تلبية دعوتنا المتواضعة في أنكم تحضروا وتشرفونا وتنورونا داخل الاستوديو. كل الشكر حضرتك أستاذ سامح، نورت وشرفت. أستاذ سامح فايز أيضا، أستاذ ماهر فرغلي نورت وشرفت. البيت بيتكم زي ما بيتقال دايما، وبإذن الله بإذن الله المعارك القادمة سوف تكون دائما هي معارك الوعي ومعارك الجماعة. تخيل هم فعلا مش هزار لما تيجي تقعد تقرا رسائل حسن البنا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم حسن البنا ده ناقش كم افكار متطرفه جايه من وسط او شمال وسط اوروبا وشمال اوروبا عند جماعات قوميه متطرفه زي ما هي، ناقش أسوأ من نقش الحنة لأنه نقش دائم للأسف الشديد. ومن ناحية تانية هو مش حسن البنا وعمل زي حسن الصباح بتاع طيفة الحشاشين، هذه جنتكم الموعودة وأما من يخالفني فهذا جحيمكم الحالي. للأسف هو ده اللي جاري. يمكن ده الاستشعار اللي بتستشعره الجماعة أنها في خطر حقيقي، عشان الاختيار ادالك الصوت والصورة اللي بجد. مش هقولك بقى خالد الصاوي وعبد العزيز هو جاب لك مرسي بيقول إيه، وجاب لك خيرت بيقول ايه، وجاب لك البلتاجي بيقول ايه. وبالمناسبة اللي جاي اتقل. سلامات.